السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم هذا القفيطين، هذا غنديروا ليه هاد الراندا خفيفة، زواقها حتى هو زواق خفيف وسهل في الخدمة. غادي نخدم معكم هاد الهبيطة من الفوق حتى لتحت، غادي نخدمه بالحرير مبروم على ثلاثة الشعرات. البرا غنخدم بالبرا نمرة 5 أو لا البرا نمرة 6، بالنسبة للحرير راه كيبقى اختياري. غادي نجيو لهنا، هادو هما الجهات اللي قدام. بالنسبة اخواتي لهنا، انا القفطة راه ملاقي، راه ماشي مشكل الا كان ملاقي. انا غير بعض المرات اللي الا كان هاكا راندا عريضة في التوق كنفضل ما نلاقيش البياسة، يعني نهز غير هادوك الجهات اللي قدام حتى نخدم الراندا باش ما نبقاش هازة البياسة كاملة. ولكن الا كان مزدي ماشي مشكل عادي. صافي غادي نبداو هاد الهبيطة هادي من الفوق حتى لتحت. اول حاجه غنعبروا القياس اللي بغينا نعبره هنا، نخليه في الفتحه ديال العنق. بالنسبه للقياس اخواتي راه كيبقى يتغير بالنسبه للدوره ديال العنق، الا كان الدوره ديال العنق واسعه كنخليه غير شويه. راني طابعه من قبل، غادي نجيو لهنا نثبتوا الثوب. بالنسبه لهاد الهبيطه اخواتي واخا تتبان لكم عريضه راه نازله غير بربعه الدقات. نجيو لهنا غنشد هنا من طابيه الحرير، تنكونوا طابعين بالستيلو. نهز هاد العوينه ديال الحرير، نعاود نجي لحدا هاد الضربه ونشد. ها نتوما تتكون لينا هاد العوينه، غنرجع فيها. صافي تتولي عندنا هاد العوينه عاوتاني، نعاود نرجع فيها. هاد الطريقه تنسميوها بناء الغراز، كنبقاو نخدمو حتى تنحدو القياس اللي حنا بغينا. بالنسبه لهاد الهبطه غنديروها غير بربعه الضربات، اولا تنقولوا ربعة العوينات، وكنحسبوا العوينات اللي في هاد الجهه هادي. ها نتوما واحدة جوج ثلاثة أربعة. صافي غنجي للثوب الفوقاني حتى هو تنشدو من هنا من الفوق، من هاد الجهه تنشدو في نيته. نجي لهاد الجهه طابية الحرث، نكونوا طابعين من قبل. نشد في الثوب الشده الاولى ونعاود ننزل لهنا لهاد العوينه ونجيبها حتى هي لهنا لعند الثوب. واخا تبان لكم اخواتي الخدمه غليظه، راني غير مقربه التليفون باش تشوفوا هاد العوينه تيبانوا لكم فاش كنخدموا. صافي غنرجع مع هاد العوينات بربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه. نشد هنا في الثوب، نحاولوا نضربوا هاد الضربات مقاربين وما نهزوش بزاف في الثوب باش ما يتكمش لينا الثوب. دابا اخواتي هاد السطر غنخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها، ونجي لهنا غنخدم هاد ثلاثه الضربات، واحد جوج هاد ثلاثه. نشد هنا في الثوب، نرجع مع هاد السطر، نخدم هاد جوج عوينات، نوصل لهاد العوينه لهاد الخيط غنخدم فيه جوج. ملي كنقزو عوينه كنعمروها بجوج. صافي نشد هنا في الثوب، دابا غنخدم هاد العوينه الاولى، نخلي هادي ما نخدمش فيها ونشد هنا. نكمل هاد جوج ضربات، نشد في الثوب، نرجع مع السطر، واحد هنا ملي نوصل لهاد الخيط نعمر بجوج. دائما ملي كنقزو عين كنعمروها بجوج. نشد هنا في الثوب، السطر الاول ما ضربت ضربه وحليت عوينه، السطر الثاني ضربت ضربه وحليت العوينه الثانيه. هاد السطر غنضرب جوج ضربات، واحد جوج، نخلي هاد العوينه ونشد هنا. نشد هنا في الثوب، نرجع فهاد الخيط نعمر جوج، واحد جوج، ونخدم هاد جوج عوينات. نشد هنا في الثوب، نعاود نخلي هاد العوينه ونجي لهنا. صافي نكمل هاد ثلاثه العوينات، نشد في الثوب ونرجع مع السطر، واحد جوج. ملي نوصل لهاد الخيط نعمرو بجوج، واحد ها جوج. نشد هنا في الثوب، نجي لهنا لهاد جوج ضربات اللي عمرت فيهم هاد العوينه،
بين هاد جوج ضربات كاين واحد العوينه اللي هي هذه غنخدم، اولا شوفوا السطر الاول ما خدمتش فيه، السطر الثاني غنخدم فيه عوينه، والسطر اللي ورا هذا غنخدم جوج عوينات، نخلي هذه ونشد هنا، نرجع مع السطر نخدم في هاد العوينه في هاد الخيط نعمر جوج. نشد هنا في الثوب نخدم هاد العوينه الاولى والثانيه تجي هنا وسط هاد العين، هاد جوج ضربات اللي وسط العين العوينه اللي وسطهم هي هادي، نشد فيها ونفتح هاد العوينه ونشد هنا صافي، نشد هنا في الثوب ونرجع مع السطر، في هاد الخيط نعمر جوج ضربات وفي هاد العوينات نخدم عادي صافي، ونشد في الثوب صافي. دابا كملت هاد السطر غنفتح عاوتاني سطر اخر. شفتوا اخواتي هاد الخدمه راها ساهله، والصراحه الشكل ديالها تيجي زوين وغتبان لكم اكثر من اللي غادي نزوقوها. بحال هكا الا بغيتوا هاد الهبريطات خفاف بحال هكا في التواب خفاف اولا تواب صيفيين، هاد الهبريطه راه تجي زوينه، يمكن لكم تكبروا حتى اكبر من هكا، غير هي الا بغيتوا هاديكم في الزواق بحال هادي اللي غندير لكم، فملي تكملوا العوينه الثالثه فتحوا وحده اخرى واخا تكونوا باقين باغا نزيدوا فيها. المهم ها نتوما غنجي لهنا عاوتاني، هاد السطر ما غنضرب فيه حتى ضربه، غادي نعاود نفتح سطر اخر، هنا كملت هاد السطر غنفتح سطر اخر، السطر الاول ما غنخدمش في هاد العوينه ونجي لهنا، من بعد غنخدم هاد ثلاثه الضربات واحد جوج ثلاثه صافي، نخدم فيهم ونشد هنا في الثوب، نرجع نخدم في هاد العوينات عادي، نوصل لهاد الخيط نعمر جوج ضربات واحد ها جوج، نشد هنا في الثوب نضرب هنا هاد الضربه وحده، نضرب غير ضربه وحده ونخلي هاد العوينه ونجي لهنا، فهاد الجهه اللي الفوق غنضرب جوج ضربات، السطر اللي قبل من هذا ضربت ثلاثه، المهم دوك العوينه اللي نقصت هنا زدت هنا، كنت نضرب هنا ثلاثه هنا ما ضربت حتى ضربه، دابا ملي غنضرب هنا جوج هنا غنضرب وحده. المهم اخواتي راه غادي غير تبداو تخدموا وغادي تبان لكم الخدمه وغاتجيكم ساهله. ملي غنكون راجعه نخدم هاد العوينه وفي هاد الخيط نعمر جوج ضربات، نخدم هاد العوينه عادي صافي، ندخل الابره هنا في الثوب، هنا تسالى الحرير غادي نركب خيط اخر، نجي لهنا فوق اخر ضربه نركب الحرير، نهز هاد العوينه قبل ما نزير هاد الخيط، نجر هاد الخيط هذا ونزير العقده اللي قبل وندير بحال هكا الخيط غير باش ما تبانش هاد العقده، نزيروها مزيان صافي، نشد هنا في الثوب. دابا ملي غنفتح العوينه الثالثه غادي نضرب هنا هاد العين الاولى ونشد هاد العوينه اللي وسط هاد العين صافي، ونفتح هاد العوينه نشد هنا في الثوب ونرجع مع السطر واحد ها جوج، نخدم في هاد جوج عوينات ها نتوما اخواتي، انا خدمت شويه بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، غادي نوري لكم دابا الزواق، غادي نزوق بلون مختلف حتى هاد الحرير مبروم على ثلاثه الشعرات البره، ديروا البره المرسه اولا خمسه بحال بحال. غادي نجيو لتحت دائما ملي نبغيو نبداو الزواق نثبتوا الحرير لتحت هنا في الثوب غير باش ما يجيناش بين، غير نهزو شويه في الثوب ندخلوا البره في هاد العوينه صافي، نبداو الزواق. دابا هانتوما اخواتي غنجيو لهنا، نخليو هاد السطر الاول نجيو للسطر الثاني، نجيو للعوينه الاولى نخرج البره من هنا، نرجع لهاد العوينه غندير التغليفه الاولى التغليفه الثانيه، غنحاول نجيبهم حدا بعضياتهم ونعاود نخرج البره من العوينه الثانيه، نعمر بجوج مرات ونديرهم حدا بعضياتهم ما نديرهمش مراكبين صافي، ونجي لهنا عاوتاني لهاد العوينه غير في عين وحده نعمر جوج مرات، عاد ندوز العوينه الاخرى بهذا الطريق اخواتي، غير نحاول هاد التعميرات نجيبهم حدا بعضياتهم صافي. ودابا غادي نخلي هاد السطر ونجي عاوتاني لهاد السطر، ننزل مباشره
نجي لهاد العوينه اللي فات السطر هذا. المهم هاد البلاصه هذه كتبقى خاويه، غنجي لهنا نعمر عاوتاني جوج مرات، المره الاولى المره الثانيه، وندوز لهنا ونحاول هاد التميرات نجيبهم حدا بعضياتهم بحال هكا. نجي عاوتاني لهاد العوينه نضوب نعمر جوج مرات وعاد نجي لهنا. المهم كل عوينه مقابله مع الاخرى، غير في التمر كنعمر جوج مرات. صافي دابا مباشره غنزل هاد السطر، نخلي هاد السطر ونزل لهنا، نحاول هاد التمرات نجيبهم بحال هكا حدا بعضياتهم. هذا هو الشكل اخواتي، شفتوه؟ صراحه تيجي زوين. يمكن لكم ديروا حتى اللون في اللون، المهم على حساب، يمكن لكم ديروا حتى بالسم بحال هاد الثوب هذا يجي معاه حتى السم. لا غنرجع لنفس العين، هانتوما لاحظتوا اخواتي تغليفه وحده ما تجيش باينه وما تجيش زوينه. من الاحسن عمرو جوج مرات وعاد غندوزو لهادي. صافي تنرجع لهاد العوينه هادي اللي مقابله معاها، نعمر جوج مرات ونعاود ندوز هنا. نجيب هاد التميره لهنا ونزيد وحده حداها فهاد الجهه هادي. صافي نخلي هاد السطر ونجي لهنا، نرجع لهاد العوينه اللي مقابله معاها، نعمر جوج مرات. صافي وندوز لهادي، نحاولوا هاد الخيوط هادو نجيبهم بحال هكا مقادين واحد حدا واحد، ما يجيوش مراكبين، الا جاوا مراكبين ما تيجيو زوينين. صافي نجي لهنا، غير تندير التغليفه الاولى تندفع له وهادي تنجيبها حداها. صافي تندوز لهنا، شفتوا اخواتي الزواق ساهل بالنسبه للاخوات المبتدئات، وبالنسبه للاخوات اللي ما تعرفوش البريد، فراه هاد الزواق هانتوما راه ساهل، وحتى الشكل ديال هاد الراندة تيجي الصراحه زوين. صافي غنكمل بنفس الطريقه، غندخل الابره هنا، نخلي هاد السطر ونخرج الابره من هنا من هاد السطر. صافي في كل عوينه كنعمر جوج مرات وندوز اللي حداها. بهاد الطريقه غنبقى غاديه حتى نكمل الهبطه كامله. هانتوما لاحظتوا اخواتي غير خيط واحد راه زوق ليا بزاف. صافي غادي نوقف هذا الخيط هنا حتى نكمل من بعد، وصافي اخواتي غنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا هذه الهبطه كامله. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان هذه الراندة تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. الا نسيت اخواتي شي حاجه غير سولوني في التعليق نجاوبكم عليها. ما تنساوش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندة مع ام نعمه. حاولوا اخواتي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش الفيديو يطلع في نسبه المشاهده ويطلع حتى للاخوات اللي باغيه يتعلموا مهتمات بالراندة. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.